تشير الساعة إلى منتصف النهار أو أكثر بقليل وفق شهود عيان حين انزلقت سيارتهم على مستوى واد الكصبة من ولاية القيروان. هم سائق الشاحنة الخفيفة وخمس عمال كانوا بصدد جمع الإكليل بالفحص، منهم ثلاث نساء كن على متن الصندوق الخلفي للسيارة. هبط بينا على واد على فوق، تقلبت بينا قلبتين، رمتهم الثلاث نساء من تالي طيشتهم، ونحن ثلاثة من قدام قعدنا واحدين في وسط الكهرباء، طلعنا من الواحد من الشباك قلبنا في الفوس، نجت في التراب، واللي معايا واحدة ماتت وواحدة تضرت برش. أضرار جسدية تمثلت في كسور مختلفة بالنسبة للامرأتين الناجيتين، بينما لم يصب السائق والرجلان اللذان كانا بجواره سوى بأضرار خفيفة وفق مصدر طبي وإداري. الامرأة الأولى عندها كسر في اليد وكسر في الحوض، الامرأة الثانية عندها كسر في الفقرات في الليكوت وكسر في البساق. بالنسبة للرجال هما في عندهم دي تروماتيزم لكن أحسن حالة. ثلاثة عمال من ضحايا الحادث ينتمون إلى عائلة واحدة، بينما يتقاسم جميعهم وضعيات اجتماعية صعبة نسبيا. هي بنتي عملت معهم حادث، تخدم في الكليل، عندها خمس صغار يتخاروا، يمشوا مع الكاميون هذاك تقلب بهم، سلفتها ماتت عندها زاد خمس صغار، وهذا إذا قريبها زاد قريب يضايا، والحاصل كل عائلة هم بعض. وذكر رئيس فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية الرائد سفيان الوسلاتي أنه تم توفير سيارتي إسعاف من فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية وثانية من الفحص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالوسلاتية لتلقي الإسعافات الأولية وتحويل بعضهم إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان.